دلوقتي الجيش الوضع اللي هو مشي في مصر خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، ماشي. انت الجيش لو كان عايز اقول لك نيته سيئة من الاول، او يعني هو متربص بالاسلاميين حقيقة، ما كانش خلى لجنة اعلان يعني وضع الدستور اللي هو المواد اللي استفت عليها كان اللي يحطها الجيش يحط فيها صبح صالح. والله يعني ايه، هو كان محدد لهم حاجات هيغيروها مالهاش علاقه بمدنيه او اسلاميه الدوله ولا ماشي، بس ما كانش برضه لازم تراعي يعني كلام العلمانيين دي صح. الجيش فكر ازاي بقى في الاول؟ الثوره دي لما قامت قام بيها الشباب ومش عارف ايه ودعوا اليها، بس الجيش باعتباره مؤسسه هو بيفكر يعني، او كان تفكيره حتى المخابرات زي عمر سليمان ده هم فاهمين ان الثوره دي الفعل الحقيقي فيها والمسيطر على مسارها الاخوان الاسلاميين او الاخوان تحديدا، هم التنظيم الوحيد تمام، المؤسسه الوحيده، يعني التنظيم الهرمي الوحيد اللي فيه قيادات قادره على السيطره على الاتباع وممكن يهدوا الشوارع وممكن يسخنوها خلاص في اي وقت في اي وقت يعزوه. تفكير الجيش اللي انت على المسار اللي حصل في مصر كان ازاي؟ ان هو يعني اعتبر الاخوان هي صلب الثوره، فكان تفكيره ان هو يصعد الاخوان دول ويفتح لهم الطريق للسلطه، بحيث ان هم بما انه تنظيم وشيء منظم قابل للتفاوض معاه وقابل انه يضغط عليه وقابل ياخد ويدي. فاهم الفرق بين الاثنين ازاي؟ بتوع الشوارع دول للشباب والقوى العلميه والليبراليه دول قادرين على اهداف فوضى وقادرين على اسقاط النظام، لكن لا يمكن التعامل معهم لان ما لهمش قيادات ولا هم موحدين ولا ليهم اهداف اصلا. يعني الثوره دي يعني الطريقه اللي هي قامت بيها او اللي اشعلوها زي ما قلت لك فيهم حاجتين ما ينفعوش ان اللي يجتمعوا فيه في الثوره ان هو اصل السلطه. اولا هم متشعزمين وما لهمش قيادات ولا هيكل معين، الشيء الثاني ما عندهمش اهداف محدده. كلام بيقولوا عيش وحريه ده كلام هلامي وهمي شعارات ما تعنيش شيء معين. ما لهمش اهداف محدده تقدر تفاوضهم عليها. ماشي يعني ماشيين كده كده مع نفسهم كده، انما الفئه الوحيده داخل مصر وقت قيام الثوره اللي كانت منظمه وليها قيادات ويمكن التعامل معها هي الاخوان. ده حقيقه كده. الفكره فين بقى؟ هو ده غلطه الاخوان يعني، ما انا معلش في اللفظ في طريقه التفكير. انا عايز اقول لك هفكرك بحاجه، الخبراء حقيقيين بقى في المسائل دي فاهمين الوضع. المقال بتاع جورج سوروس ده في الواشنطن بوست اللي هو كان يوم 3 فبراير قبل مبارك ما يسقط قال فيه ايه؟ شوف تقديره للموقف وشوف النتيجه. تعرف يا راجل ان العالم دي ما بتهزرش، بالعكس قال ان سقوط نظام مبارك هيؤدي الى صعود الاخوان كقوه سياسيه كبرى في البلاد. قال كده بالنص، قال لك انهم لن يحوزوا الاغلبيه في اي انتخابات ونسبة حصولهم على التصويت داخل أي انتخابات كبرى هتتراوح من 35 ل 40%. تخيل الراجل ده قال الكلام ده قبل مبارك ما يسقط. أيوه يعني هو دي النسبة فعلا اللي فازوا بيها. بعد كده هو مش الإخوان مع التحالف اللي هو اللي عملوه ده خدوا 47% والإخوان لوحدهم في حدود الأربعينات. يعني الراجل عارف بالظبط هو اللي هو لو في حكم السكة هياخدوا كام من النسبة، يعني مش بيهجص ومش فاتحها. ولما عملوا اللي عملوه مش عملوه بطريقه عشوائيه عميانيه ومستنيين يشوفوا مين هيوصل فين، هم عارفين التوازنات بالظبط فين. المشكله فين بقى؟ المشكله حقيقه يعني ان الاسلاميين في خطا عام وقعوا فيه الاخوان وكل الاسلاميين والسلفيين، وفي خطا عند الاخوان يعني فعليا خطا استراتيجي بقى. الخطا عند كل الاسلاميين فين؟ ان لما مشي المسار ده ودخول السلفيين في الحلبه ووصلوا للانتخابات بتاعت مجلس الشعب، الغلطه واقعه في الغلطه اللي انا قلتها لك قبل كده، ان توهموا ان الاراده الشعبيه وجود قوه داعمه شعبيه في التصويت ان ده يعني ان هم حازوا اغلبيه مطلقه، حازوا قوه مطلقه، وده مش صحيح. ليه بقى؟ لان هم زي ما قلت لك في فرق بين واحد بيتعامل مش عايز اقول كلمه بالبركه عشان ما ينفعش لفظ زي كده، بيتعامل كده عشوائي وواحد فاهم قدامه خريطه. القوه التصويت
الأغلبية والانتخابات دي القوة الوحيدة صح أنت لما تبقى في دولة ممهدة وليست في لحظة أزمة وصراع. يعني زي ما أنت فرنسا دلوقتي هولندا غلب فاز على ساركوزي ب 51% والتاني 49-49 ده سلم ده ومسألة بقى هو حازم. أنت ما أنتش كده ليه بقى؟ لأن أنت في لحظة سقط النظام بصورة فجائية واللحظة دي أشعلت صراع ما هوش عايز أقول لك برامج سياسية، صراع على مسارات مختلفة. فعايز أقول لك اللي حصل إيه؟ الإسلاميين تفكيرهم ضيق، هم انحصر كل تفكيرهم إن أنا إيه؟ إن أنا لو حشدت الناس وتمكنت من التصويت ووصلت للأغلبية الشعبية هيبقى أنا معايا القوة اللي هي الدستورية القانونية والناس اللي انتخبتني أبقى صاحب شرعية اللي أنا عايز أعمله. ما أدركش بقى إيه؟ إن القوة اللي بتكلم عنها دي أول حاجة هي قوة سائلة وممكن مترجحة وقابلة للتغيير. الشيء الأهم من كده إنه ما أدركش إن كل القوة اللي هو بيتكلم عنها اللي هي التصويتية دي حتى لو وصلت المجلس الكلام ده زي ما قلت لك على الواقع اللي هو الديجور القانوني لما تيجي على أرض الواقع الديفاكتو القوة دي هي عبارة عن جزء من مركب قوة متعددة هي واحدة فيهم وليست كل القوة. إيه بقى القوة دي؟ قلنا قبل كده أنت عندك الجيش أو المجلس الأعلى أو القوات المسلحة. الجيش أو المجلس الأعلى ده في إيده زي ما قلت لك دلوقتي عامل الموضوع عايز يشغلك زي البازل كده البتاع اللي هو القطع اللي بيركبوه عشان تدي صورة على بعضها. داخل البازل ده يعني يفترض إن هو بيكون قوة داخل مصر الآن عايز تركبها على بعضها كده. هي عبارة عن قطع. المجلس العسكري والجيش يملك فيهم قوتين على الأقل. خلاص؟ يملك قوة القوة العسكرية ودي القوة الفعلية القادرة على السيطرة على الأمور في مصر. ليه؟ لأن طبعاً في كلام عشوائي بيتقال كتير. الكلام ده ينفع يتقال وأنت قاعد على القهوة، ينفع يتقال وأنت بتدردش في التوك شو، إنما لما تيجي على أرض الواقع ما ينفعش يتنفس. يعني في أكتر من واحد قالوا الجملة دي اللي افتكروا يمكن حازم صلاح واسماعيل وحد بعد برضه نتيجه انتخاباته اللي حل البرلمان قال لك اصل حصل خطا وان كان المفروض مبارك بما ان الثوره شعبيه واسقطته يسلم السلطه للشعب فهو دخل المجلس العسكري ولا الجيش بين النص وده غلط كان المفروض السلطه تسلم للشعب. كلام جميل جدا. مين الشعب ده بقى؟ دي كلمه هلاميه يعني مبارك انت متخيل وضع الكوميدي بقى ان مبارك هيجيب 85 واحد يقول لهم خدوا السلطه؟ من داخل ال 85 مليون في هذا الشعب اللي هو هيسلموا السلطه عشان يبقى اسمه سلموا السلطه للشعب؟ مفيش ولا واحد. ولو ان مبارك فعلا ما عملش الخطوه اللي هو عملها دي ان هو سلم السلطه للمجلس العسكري باعتباره قوه باعتباره مش قوه يعني باعتباره قوه فعليه قوه القوى الخشنه اللي يملك السلاح ويملك الجنود ويد ويملك العده والعدد كان اللي هيحصل فعليا ايه؟ ان داخل الشوارع كل مجموعه هتعتبر نفسها صاحبه الشرعيه في الوصول للسلطه ولو الجيش واقف على الحياد بينهم جميعا كانوا كلهم دمروا بعض. يعني انا عايزك تتخيل ان انت دلوقتي يوم 11 فبراير ومبارك قال انا تنزلت وتخليت عن السلطه للشعب المصري اللي هم الجمله اللي بيقول لك عليها كل واحد بيتكلم اللي هو الناس بتوع القهوه دول اللي ما تعرفش هم بيتصدروا الساحات ازاي اصلا قال انا سلمت السلطه للشعب وخلاص الموضوع اتقفل على كده والجيش قال انا ماليش دعوه انا خارج السلطه ومهمتي حمايه الحدود وحراستها. كان ايه اللي حصل؟ كان انا في تنافس بين تنافس ايه؟ انت كنت حاولت الحرب اهليه تلقائيا على طول. حركات الشباب والحركات الثوريه هتقول لك احنا صاحبين اصحاب الشرعيه الثوريه الاخوان هيقول لك احنا التنظيم القوه والفعلي والدفاع عبر السنين خلاص وهتظهر لك القوى الليبراليه والعلمانيه تقول لك ده احنا انتوا عايزين تنحرفوا بمسار الدوله فهتلاقي في الاخر كان فعلي الفعلي الحقيقي ان كانت هتتوزع مصر الى ميليشيات وهتبقى تدخل في حرب اهليه. هو ده كلام اللي بيقول لك ايه اللي واحد يتكلم كلام نظري لما تيجي تطبقه على ارض الواقع ما تلاقوش اي معنى، معناها الحقيقي انك الدم والفوضى. فالمجلس العسكري يملك في الحقيقه القوه العسكريه القادره على ضبط الامور. برضه تخيل عايز اقول لك سؤال تاني، افترض ان انت طلعت الجيش بره المشهد. انت كنت هتعمل انتخابات ازاي؟ مين اللي كان هيأمنها؟ وما كانش فيه جهاز شرطه لان جهاز الشرطه كله انحل من تلقاء نفسه ولا سابوا اماكنه.
مين اللي كان هيحمي البلد من البلطجيه؟ انت بتتكلم كلام نظري. طب معلش يا دكتور، يعني الفتره الاخرانيه لما 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 الجيش اصاب ان هو يعني يوز المحكمه الدستوريه على مروحه للبرلمان، يعني ما دي برضه حركه غدر، يعني هو يعني حركه غدر الجلابيز وعداوه للاخوان تحديدا وعداوه كل الاسلاميين، يعني لو هو مثلا كان من شهرين ثلاثه كان سمح للاخوان مثلا بتشكيل حكومه او نصب حكومه او الدنيا بتبقى ماشيه يعني بطريقه ما. طيب ما انا عايز اقول لك، خلي بالك المركز العسكري في الموضوع ده مش بعيد، بس لازم تقيس الكلام ده بظرف ما حدث على كل المسار. ماشي. يعني اللي انا عايز اقول لك اللي كان في الاول الصح، بس عشان تبقى فاهم الوضع صح اللي كان في الاول. انا لسه عايز اكمل لك الموضوع دلوقتي. المجلس العسكري كان فيه القوى الفعليه اللي هي العسكريه، اللي هي الحاجه الوحيده الفعليه القاضيه على ضبط الامور، البلطجيه والانتخابيه والانتخابات والكلام ده. مش هيظبطوا ناس بتتكلم في التلفزيون، ومش هيظبطوا متطوعين الشعبيين اللي هم هيوقفوا في مكانهم يوم اسبوع شهر، انما مش هيقدروا يقعدوا سنه ومرتين قدام بيوتهم. الحاجه الثانيه ان المجلس العسكري يملك سلطه اصدار الامر خلاص والوقوف خلفه. تعالى في بقى قوى ثانيه، انت في جزء كبير من القوى ما بيبقاش مرئي، او هو بيبقى معلوم ان هو قوه بس ليست مجسمه في كتله تقدر تحطها. القوى الاعلاميه خلاص، القوى الاعلاميه كلها في ايد ناس يا اما رجال اعمال سابقين اللي هم الفلول او بيسموهم الفلول. يعني عندك صدى البلد دي بتاعت محمد ابو العينين، السي بي سي بتاعت محمد الامين، قنوات السي بي سي، في ايه تاني؟ النهار برضه نفس الموضوع، المحور بتاعت حسن ناتر، الجريم بتاعت احمد بهبت، كلهم بتوع مبارك. يا مبارك يا اما محسوبين على مبارك يا اما قوى علمانيه او علمانيين مش عايزين اسلاميين في المشهد باي طريقه. فدي عندك قوه ثانيه، عندك القوى الاقتصاديه اللي انت ما انتش متحسس حسابها، اللي هي موجود جزء ضخم منها في ايد المسيحيين. اللي عايز اوصله لك بقى ايه؟ دلوقتي اللي انت بتسال انت على المحكمه الدستوريه ده اخر المسار، احنا بنتكلم على اوله. في اوله القوى في مصر لحظه الثوره كانت موزعه بين اطراف عديده، يملك الاسلاميين فيها قوه الاراده الشعبيه اللي هي ممكن توصله بالانتخابات للبرلمان والسلطه والكلام ده. انما باقي القوى جزء منها مع المجلس العسكري، جزء منها مع رجال الاعمال المحسوبين على النظام السابق مع العلمانيين والليبراليين، وجزء منها مع المسيحيين. وجزء المشاع بتاع الشوارع ده اللي انت ما انتش انت فيه جزء المشاع ده، انت ممكن زي ما قلت لك قبل كده ممكن تنزل مليون في الميدان، بس دي ما تبقاش اسمها قوة عشوائية، انها منضبطة بالقيادات وهتحلها وقت ما كلهم يمشوا هيمشوا. القوة العشوائية اللي انت ما تعرفش هتعمل ايه، لو نزلوا 10,000 ما تبقاش عارف ايه الحدود اللي ممكن يعملوه. هي دي القوة العشوائية. الفكرة فين؟ الاسلاميين زي ما قلت لك ارتكبوا خطأين. الخطا الاولاني ان هو ما ادركش هذه الوزنه، ان القوه اللي معاه جزء من عده قوى. فكانت النتيجه ايه؟ هو ده الخطا اللي ترتب بقى على اللي هو عمله. اعتبر ان القوه اللي هو يملكها قوه ساحقه، يعني يا اما اعتبرها القوه الوحيده، او حتى لو حط في دماغه ان في قوه ثانيه اعتبر ان دي القوه الساحقه القادره على القضاء على كل القوى الاخرى. فكانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه ان لما القوه دي اللي معاه وصلته فعلا للانتخابات والبرلمانات والبرلمان وكسب بيها، ابتدى يخبط بيها في كل حته. وده حقيقي ما ينكرش. يعني عايز اقول لك ازاي؟ دلوقتي انت وصلت لمجلس الشعب. انت في لحظه واحده عايز اقول لك ابتدوا يعملوا قانون لتعديل المحكمه الدستوريه. وطلعوا قانون، بيعملوا قانون عشان السلطه القضائيه. خلاص؟ وبيعملوا اللجنه التاسيسيه بتاعت الدستور الاولانيه وخلوها شكلها كله يعني من نواب البرلمان. مش موضوع على هوا، انت لازم يكون عندك وزنه وانت بتحسب الاشياء. فاهم ازاي؟ القانون بتاع العزل صحيح شعبيا مقبول عند القطاعات الثوريه، بس معيب تشريعيا. ليه؟ لان انت جيت في ليلتين ورحت مسالق القانون عشان تفصله، وعملوه بطريقه معينه. يعني عملوه اولا عشان شخص، يعني هدف يقول لك القانون، تعريف القانون او التشريع يقول لك ان هو قاعده مجرده عموميه هدفها لصالح العام. القانون اللي عملوه بتاع العزل ده افتقد هذا التعريف، لانه عملوه عشان شخص معين ومش عشان نفع عمومي، عشان مصالح يعني فئه معينه حتى لو كانت الاغلبيه، وسلقوه في عده ايام. الحاجه الثانيه لما جم يصيغوا نص القانون اتزنقوا في المشير.
عشان ما يدخلش في القانون، فهم فصلين بنود معينه اللي ينطبق عليهم القانون، طلعوا منها المشيع ودخلوا فيها شيخ الازهر. ده غلط. فبان الموضوع بقى ان انت دي تغذيه قوانين بس على ايه؟ على نمط اخر، هي نفس القصه بس تصفيه حساب. ده معيب تشريعيا. البرلمان المفروض يكون التشريع ليس اداه تصفيه حسابات معقول. فاهم ازاي؟ ما ادركوش كده بقى. فاللي حصل ايه؟ ان الاراده الشعبيه دي زي ايه؟ زي لسه كنت بقول لكم محمد المفروض زي مشرط في الجراح. يحطوا لازم يستخدموا بدقه في مكانه. انما اللي حصل ان هم استخدموه بطريقه عشوائيه وخبطوا يعني يمين وشمال وما راعوش اعتبارات معينه، ما راعوش ايه بقى؟ زي ما قلت لك اعتبروا معاه قوه مطلقه، فالقوه المطلقه دي هتجيز له او تبيح له ان هو اي حاجه عايز يعملها يعملها، او اي حد اي شيء عايز يعدله يعدله، او اي مؤسسه عايز يخبط فيها يخبط فيها. طبعا ده كلام وهمي لان في الواقعي مش كده. فكانت النتيجه ايه؟ اولا لان انت ما يعني ما درتش حدود القوه التي تملكها واستخدمتها عشوائيا، باقي القوه افقدتك هذه القوه. افقدتها لك ازاي بقى؟ الاعلام افقدها لك بتشويهها، انه استدرك في كل حاجه عشان يبين للناس ان انت عايز تكوش على السلطه، وان انت والصوره الذهنيه عنك دلوقتي انك عايز تكوش على السلطه، ان انت بتعمل تشريعات لمصالحك الخاصه، ان انت بتحاول تقضي على خصومك بالتشريعات، ما بقتش ان انت ايه بتدور على الصالح العام. فافقدك الشرعيه حتى القوه اللي انت تملكها نحر فيها، ما بقتش زي الاول. يعني انت الاول قوتك بتاعت الاراده الشعبيه دي كانت قوه خالصه سبيكه. دلوقتي ما بقتش زي الاول، بقت مليانه شوائب. خلاص؟ الحاجه الثانيه انت ما ادركتش وانت اللي بتعمله وانت بتخبط في كل حاجه ان انت ما انتش مدرك في الحقيقه الفرق بين سقوط نظام وبين سقوط دوله. سقوط نظام بس هو ما خبطش في الدوله. لا القضاء دولة. ايه خبط فين القضاء؟ كان في اللي هي مره كان نايب سلفي كان مقترح قانون خاص بال المحكمه الدستوريه. ده ما اتناقش اصلا ورفضوا مناقشته. ماشي رفضوا مناقشته بعد ضغوط المحكمه الدستوريه لو كانوا بيعدوا قانون للسلطه القضائيه. ماشي بس القانون ده اللي كان موصله له اللي هو القانون الاستقلال. ولو انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ يعني بص البرلمان في الحقيقه بعد ما اتكون وبعد ما مشي بقى في خصومه بينه وبين اطراف متعدده. خلاص؟ بصرف النظر عن هو عمل قانون لا، يعني بقى في خصومه بينه وبين الصوت بين المحكمه الدستوريه. وليه بقى؟ خصومه بينه لان هو كان عايز واحد اقترح ان هو يعمل قانون، الحاجه الثانيه ان المحكمه الدستوريه معروض عليها اصلا يعني القانون بتاع مجلس الشعب انتخاباته عشان تفصل فيها هو دستوري ولا مش دستوري. ففي وضع نزاع بين المحكمه الدستوريه ومجلس الشعب والبرلمان، هي شرعيتها في ايده وهو متحفز ويعني ويعني حتى وانت راجع في القانون بس مفهوم ان هو يعني منتظرين فسحه ولا ثغره عشان يعملوا بيها حاجه يكلبشوا بيها المحكمه الدستوريه او يقصقصوها بيها. ده يا عم انا اقول لك ده الكلام ده اتقال صراحه. انا كنت عند في اسمه ايه ده في مصر 25 اول حلقه رحتها قلت لك انا الكلام ده. كان موجود دكتور جمال عبد الستار ده اللي هو استاذ في جامعه الازهر ورئيس نقابه الدعاه ولا مش عارف الدعاه الجديده دي. دخل هو دخل قبلية انا دخلت الفقره اللي بعديه. عايز اقول لك خبط في المحكمه الدستوريه تخبيط وهو قاعد كلام غير منطقي بالمره. وايه المحكمه الدستوريه دي ومدين مبارك مش عارف السادات اللي عملها والشعب يسقط هذه المحكمه يسقطها ازاي؟ هو الشعب هيروح يحصل المحكمه يحققها. فمفهوم عن طريق البرلمان وعن طريق القنوات اللي انت الاعلاميه بتاعتك ان انت بتشن حمله عليها وعايز تهدي هيبتها. ففي الاخر انت الوضع اللي احنا عايزين نوصله لك انك بقيت في نزاع مع اطراف عديده وفتحت جبهات متعدده في وقت واحد وحطيت مؤسسات الدوله اللي هي قادره على كلبشتك وان هي تعيق حركتك خليتهم كلهم يحسوا ان هم خصوم ليك. وفي حاله خصومه سواء انت هتعترف بكده ولا لا. يعني اللي عايز اقول لك انا حاجه يعني الموضوع ده اشتعل قوي في السلطه القضائيه مش بس عشان القانون، موضوع محاكمه مبارك. خلاص؟ محاكمه مبارك دي انا عايز اقول لك دلوقتي اللي حصل. دلوقتي مبارك اتحكم عليه ولا الجماعه اللي اتحكم عليه دي وايا كان الحكم. هقول لك نموذج على الكلام العشوائي خلاص والمواقف الغلط. الدكتور محمد البلتاجي طلع في مجلس الشعب وكل بتوع مجلس الشعب قال كلام يعني سيبك ان هو خبط في القضاء والقاضي وكده، قال كلام في منتهى الغرابه. اخره ينقض اوله. ازاي؟
هو سايح جدا، وفي اول الكلام صب جام غضبه على المستشار احمد رفعت. قال ايه على المستشار؟ قال دول مش عايشين مع الشعب المصري، دول ما شافوش، دول ما نزلوش، ده ما شافش اليوتيوب. ده كلام عجيب جدا. هو المفروض القاضي في اي قضيه لما يجي يحكم يدور على اليوتيوب، يجيب مقاطع عشان يشوف، يدور مين فيها اللي عمل. ما دي ادله قضائيه برضه؟ لا مش ده، مش ادله قضائيه. يعني مش ادله قضائيه الا لو قدمت لي من الادعاء باشخاص معينين. انما انت لو جه انت دلوقتي حاليا لو نزلت اللي على اليوتيوب، تعرف تقول لي مين اللي بيعمل؟ هو مين اللي بيعمل الكلام ده؟ ماشي، بس على الاقل في حاجات يبان ان ده مثلا شرطه او ولا. طب ما انت عندك حوادث في الثوره بعديها وثبت قطعيا ان في ناس كانوا زي الشرطه وما كانوش شرطه. مش اللي هو اللي صور قناص العيون ده كان لابس زي الشرطه، ولا انا لبست زي الشرطه وصورت وانا لابس الزي، يا معناه ان في ناس بتنقب زي الشرطه. مش دليل ده، الكلام ده بيننا وبين بعض. انما قانونيا ماشي قانونا ملوش دعوه. اصل انا عاوز اقول حاجه، لو الحاجه مثلا واضحه ل 80 مليون زي الشمس، ان الداخليه قتلت في خلال الثوره 700 800 واحد، يبقى ما تجيليش انت تبرأ بكل الناس دي بهذه. ايوه خلي بالك، انت بتاخد مفهوم المخالفه. اللي انت بتقوله ده يدخل في باب المنطق، بما ان اذا القاضي ملوش دعوه بالمنطق، القضاء ليس بالمنطق ولا بالعقل. لا ما احنا لو مشينا القضاء نظام، يعني اللي هي ورق ومش عارف ايه، مش ادله. ده كده ده صحيح. اقول لك ليه، انت بتفترض ان القاضي بص في التلفزيون او شاف اليوتيوب او حتى كان في الميدان وشاف اللي بيحصل. انت اللي بتقوله ده اصلا يخالف قاعده قانونيه وشرعيه، ان القاضي لا يحكم بعلمه. هو لو كان موجود في الميدان وشاف واحد من بتوع الداخليه بيعرفه ويحكم، المفروض يسيب منصه القضاء ما يحكمش، يبقى شاهد ويجي واحد قاضي ما شافش يحكم. لان المفروض القاضي لا يصح لا شرعا ولا في القانون الوضعي ان يكون قاضيا وشاهدا في وقت واحد. انت بتقوله ده عايز القاضي بدل ما يشوف الاسئله اللي الناس مقدمها له يقول انا شفت كذا ويحكم بناء عليه، ده ما ينفعش. هل يعقل ان في قاضي يقول ان اللي امر بجريمه القتل هيتحبس 25 سنه محدد وكل الناس اللي لا؟ خلي بالك، القاضي حكى قال في الحيثيات مش كده. هو ما حكمش على مبارك والعدل ان هم اصدروا امر بالقتل. لا ما قريتش الحيثيات. اللي هم عملوا ايه؟ هو حكم عليهم لانهم امتنعوا عن اصدار اوامر بايقاف القتل مع بلوغ علمهم ان هناك من يقتل في الميدان، يعني فاهم الوضع ازاي؟ تمام. طب كويس، يعني هو نفى ان في جريمه قتل اصلا ثانيه، يعني ان في ناس قتله ثانيين اعتدوا على اللي في الميدان. لا هو ما نفاش، هو عارف ما عارف ادان مبارك والعدل ليه؟ لان ده رئيس الدوله وده وزير الداخليه، اللي المفروض لما يعلم ان الجريمه بتقع في اي مكان جزء من مهمته ومن سلطة مكان الذي فيه أن يتخذ من الإجراءات ما يوقف القتل. هو ده اللي هو حاسبه عليه، مش على إن هو قتل ولا أصدر أوامر بالقتل، لأنه ما عندوش علم أصدر ولا ما أصدرش. أنت دلوقتي هو كده القاضي جزم إن القاتل حد بره جهاز الدولة. لا هو قال إيه حكمه ده؟ معناه إيه؟ معناه إنه لا يعلم، مش إنه جزم. هو دلوقتي يعلم، هو دلوقتي انا القانون قايم على تحديدات دقيقه. انت عارف اسمه الحكم اللي هو عامل ده اسمه ايه؟ اسمه ان هو حكم عليهم بالادانه بالامتناع عن ايقاف القتل، مش لان هو قتل. ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. ليه بقى؟ لان هو اللي قتله فعلا في الميدان ولا القناصه ولا ايا كان، هو ما عندوش دليل في كل اللي جابوه له ويقول له دول مين. اذا كان هو حط في حيثيات الحكم، قال ايه في الحيثيات؟ قال لم يضبط اي فاعل للجريمه لا وقتها ولا بعدها، ولا في تحيز لذخائر ولا اسلحه ولا اي مضبوطات كله كلام بدون ادله. ماشي، ما هي دي بالاتفاق مع الناس اللي طمست الادله بالكامل. حلو قوي، انت بقى قلت الكلام. انت جبت كلام دلوقتي، هو ده مشكله البلتاجي بقى. الكلام لما يسمعه واحد قاعد، يعني معلش من العوام كده، لما يسمعه واحد يكون على قدر من الفهم. البلتاجي بعد ما خبط في القاضي وقال فيه والسلطه القضائيه والقضاه فاسدون ومش فاسدون ومبارك ومش مبارك، رجع في نص الكلام الثاني قال ايه؟ قال اللي انت قلته بقى. ايوه خابط في مين؟ في النائب العام والامن، ان هم اخفوا الادله ومش اخفوا الادله وطمسوا المستندات. انا معاك. طيب خلي بالك اللي انت قلته حاليا دلوقتي يعني ايه؟ يعني القاضي ملوش دعوه ببساطه، لان ما وصلوش ادله. يبقى المفروض انت كان المفروض الصح اصلا في حاجه في القانون كده اسمها تكييف القضيه غلط من اصله، مش المشكله في القاضي. المشكله في اللي قدم القضيه والادعاء ووضع لها المستندات وادله الادانه. كيف القضيه غلط. فالبلتاجي ده انا اللي عايز اوصله لك، يعني الكلام اللي قاله البلتاجي ده
لو جبت واحد سيبك مننا احنا، اصل انت لما تيجي في الاحداث هتبقى منفعل وداخل فيها يعني اختياراتك ومواقفك ومشاعرك والكلام ده. انت لو جبت واحد محايد من بره مصر وخليته شاف المحاكمه واللي حصل ورد الفعل عليه، هيقول ايه؟ هيحكم على الادله الموجوده. طب ماشي يبقى القاضي مش غلطان. لو انت عايز تعمل، لو انت عايز كلامك مظبوط، هو لو ادان ما انطمسوا الادله، لان القاضي نفسه قال كده، هو قال ان ما وصلوش ادله وانطمسوا، والراجل ما عندوش ادله، انت عايز يحكم بالاعدام ويدين ناس بقال جرائم قتل وهو ما عندوش ادله على اي شيء اصلا، ازاي؟ ما هو ده المشكله، ان هو في كلامه نص كلامه الثاني هدم نص كلامه الاولاني، ان بعد ما خبط في القضاء رجع قال لك ما فيش ادله واللي طمسوا الادله. يبقى المفروض ان انت لو كنت منصف كان كلامك او يعني مقدر اللي انت بتقوله، كلامك الصحيح كان لازم يبقى موجه لمن طمسوا الادله وتطالب باعاده فتح القضيه وتكوين لجان محايده. ده كلام الموضوعي بقى، انك تكون لجان محايده لاعاده التحقيق وجمع الادله اللي تقدم بناء عليها القضيه. طيب القاضي مثلا لما بيطلب ادله مثلا من وزاره الداخليه او بيطلب حاجات معينه من وزاره الداخليه، الوزاره امتنعت عن هذا الاجراء او طلب خلي بالك ان القاضي ما بيطلبش، القاضي فيه ادعاء هو اللي بيوفر له، اللي هو صاحب المصلحه في رفع القضيه، هو القاضي مش خصم، مش خصم عشان يقول له هات لي. ماشي، او اللي اعرفه ده الادعاء يطلب من القاضي، بيطلب من القاضي ان هو يستدعي مثلا دفاتر وزاره الداخليه اللي كان فيها النوتشات او الاسلحه او الكلام ده. كويس، قالوا له ايه بقى؟ قالوا له ان تم اقتحام اللي هي الاماكن اللي هي السجلات والمحفوظات، وان الوثائق دي مش موجوده. ده حله بقى كان فين؟ ان يبقى مثلا في مجلس الشعب، لو بتفكر بقى بعقل، كان يقرر مجلس الشعب ان هو يقوي عن طريق لجنه الدفاع والامن القومي، خلاص، ان هو يكون لجنه مستقله للبحث عن الادله والوصول اليها، ويعيد هو تقديم القضيه. لكن اللي عمله ان هو فين؟ اللي اتكلموا كان عينيهم في الشارع على الميدان، مش عينيهم على القانون. المحكمه مالهاش دعوه بالشوارع اصلا. اللي قاعد في المحكمه ملوش دعوه بالناس اللي في الشارع، فانت المشكله ان اللي بيتكلم في دماغه الثوره والناس اللي في الميادين، فبدل ما يدور على الحل الواقعي اللي ممكن يوصله فعلا للي هو عايزه، استبدل الكلام ده بالخطابه والكلام الحماسي اللي هو مش هيودي ولا يجيب، واللي هو خسره اكتر ما كسبه. ليه بقى؟ الكلام اللي قاله البلتاجي ده رغم ان انا عمال اقول لك عليه غلط، بس كان ممكن يبقى مقبول. عارف مقبول امتى؟ لو كان قاله في الميدان هيبقى قاله باعتباره ثوري. الثوري ده مقبول منه اي حاجه يقولها، اللي هيقوله هيقوله بخاطر انما المشكله فين؟ انه قاله باعتباره نائب في مجلس الشعب تحت قبه البرلمان، واللي نيل الموضوع اكتر انت كان يعني زي ما قلت لك، انت مجلس الشعب المفروض مؤسسه، ما هوش صوره عشوائيه. ان الدكتور كتبني نظام بقى ايه، ان انت كان ممكن تجرح وتداوي. هو كان سابهم قالوا اللي قالوه، وبعدين قال ايه؟ كان خلاص اديك وصلت اللي انت عايزه، وصلت رساله. كان قال بقى، هو كان سحب البساط من تحت القضاء وقال ان احنا نحتاج السلطه القضائيه ويعزل النائب بانفعاله لدماء الشهداء التي ضاعت ومش عارف ايه، وقال تحذف هذا الكلام من المطبخ. انما ده ما حصلش. فكانت ان الصوره النهائيه فين بقى؟ بصرف النظر عن انا مش هقول لك ده صح ولا غلط، الصوره النهائيه ان مجلس الشعب خبط في السلطه القضائيه. بصرف النظر عن هو صح، ده كده تعدي منه عليه. ده مش مؤسسات الدوله الكلام ده. انك تتعدى على السلطه القضائيه لحكم ما جاش على هواك، او انت شايف ان هو انت غلط، ده مش كلام رجال دوله. بس ومش كلام بقى ايه، مش بس رجال دوله، ده مش كلام رجال دوله في كل العصور وفي كل الازمنه والاحوال، ومش كلام سياسي بقى في هذه اللحظه. ليه بقى؟ لان السلطه القضائيه دي خبطت فيها وانت داخل على انتخابات، هم اللي بيراقبوها. ده المهمه السياسيه. ماشي، بس يعني انا عايز اقول لك ايه، بص، القضاء ما ينفعش الطعن فيه ولا تطول عليه بهذه الطريقه. حتى لو عايز تقصقصه ما هوش بالطريقه اللي هم عملوها دي. عايز فن، عايز فن وحقنه وسكه ثانيه، مش الطريقه دي. بص، في واقعه شهيره في تاريخ انجلترا دايما بيستشهدوا بيها، اللي هي بتاعت تشيرشل. بقول لك ايه، ايام الحرب العالميه الثانيه كان في ضاحيه باين من ضواحي لندن، في مطار للتدريب بتاع الطيارات العسكريه. فكان المطار ده بيعمل زي ضوضاء او ازعاج للسكان بتاع المنطقه دي بس. فرفعوا قضيه على قدام القضاء وكده، والقاضي حكم بان ينقل المطار من هذه المنطقه. ومطار عسكري، مطار حرب عالميه،
قال ان هو السكان حقهم، وان التدريب والمطارات العسكريه تكون في اطراف بعيده عن المناطق السكنيه، فحاجه من المطار يتقفل اصلا ونروح في حته ثانيه. وكان تشرشل، ما تشرشل ده ماسوني 33. هم اهو كده، ده دول الفنانين بقى اللي بيعمل اللي هو عايزه، بس كل اللي عايزه مظبوط يعني على الصراحه، عارف امتى يقول وامتى ما يقولش يعني. فبيقول لك ان تشرشل لما قالوا له القرار وقالوا هتنفذه ولا مش هتنفذه وانت في حرب، في حاله حرب يعني طوارئ واحكام عرفيه وقصه، قال لهم ايه؟ قال لهم خير للتاريخ ان يقول ان بريطانيا خسرت الحرب من ان يقول ان بريطانيا ترد احكام القضاء. ممكن هو يكون مش مقتنع، لكن هو عارف. عايز اقول لك ده الدهاء بقى. هو ده اللي حصل برضه كذا مره في الشعر. اضطر كذبني هو شخصيا. ماشي، بس المره دي كان يعني مثلا المره بتاع لما القضاء الاداري الحكم بحل الجماعات التاسيسيه اللي هو خلاص احنا محتاجين قضاء اداري واحنا ما بنعمل جماعات ومش هنعترض عليها رغم ان طيب ماشي، بس جه في بس اللي عمله في واقعه اهدار كله في واقعه. هو كان ممكن ده اللي قالوه بان هو كان امر بحق حذف الكلام من المطبوطه، كان كسب القضاء. لا ما اللي عايز اقول لك ايه، الزند مشكوك فيه، احمد زند اللي هو رئيس نادي القضاء سيبك منه، عمل كلام وهيصه والكلام ده ومحسوب على مكبره، مع انه في الاخر هو اصلا منتخب يعني انتخب شعبيا فعلا رئيس نادي القضاء حتى بعد الثوره. فالمفروض ان هو كلامه يعني لابد تعطيه قدره ومكانته، بس هقول لك ده مشكوك فيه. لكن ايه رايك بقى؟ ما المستشار حسام الغرياني قبليه بيوم ما قالش الكلام بالصوره العنيفه، بس برضه خبط في مجلس الشعب. ماشي، هو في مره الغرياني بعت رساله صريحه لمجلس الشعب واللي كتبني قراها على الناس، وطلب منهم بصراحه ان النواب يحترموا طيب ماشي، ما يحاولوش ان هم يتدخلوا. لا في موضوع اللي وقفت التعليق على مبارك دي، ده طلع عمل مؤتمر صح، هو قال بيان في الاذان اللي عمله وعاكم هاجمهم بادب، بس هجوم عنيف يعني. قبل الزند، قبل الزند بعدين. ايوه ماشي. فعايز اقول لك الاخر ان انت ايه يعني، لان الغريان كان له هدفين في الموضوع، ان البرلمان ملوش دعوه بالقضاء واحنا كقضاء هنعرف ننظف القضاء. طيب ماشي ماشي. ففي الاخر الشكل النهائي ان بقت السلطه القضائيه هي كمان في نزاع مع مجلس الشعب. ايا كانت التفاصيل، مش بكلمك على التفاصيل، انا عايز اوصل لك الصوره النهائيه. الصوره النهائيه ان الحقيقه ان البرلمان في وضعه ده دخل عمل نزاعات عديده كان في امكانه تجنبها، حتى لو هو صح، مش هقول لك غلط، في نزاعات لازم تتجنبها في توقيتات معينه. هم ما ادركوش هذا الكلام. وهي في ثلاث اربع اعضاء اتكلموا بطريقه وحشه شويه عن السلطه القضائيه، وما نلومش السلطة القضائية إن هي طلعت أحكام يعني من دماغها. لا ما طلعها، ما دمهاش، أو شوف جملتك دي تعدي على القضاء، يعني إيه أحكام من دماغها؟ لا أصل هو في الآخر يعني الاعتراض على أحكام القضاء له وسائل الاعتراض، مش إن أنت تقول طلعت على نفسك. طيب أكيد وسائل، أكيد الاعتراض على أحكام المحكمة. أيوه ماشي، الاعتراض عليها دي في وسائل يملكها الادعاء، ان هو يطعن في الحكم، ان هو يطلب اعاده المحاكمه، في وسائل يملكها مجلس الشعب بقى باعتبار السلطه التشريعيه، انه يعمل لجنه منه هو قانونيه تحقق في الموضوع. الوسائل مثلا في الاعتراض على حكم المحكمه الدستوريه الاخيره، هل في حاجه اسمها اعتراض على حكم المحكمه الدستوريه اصلا؟ على الوضع اللي هو الاخير ده؟ لا، في طول عمرها لا، مفيش حاجه اسمها اعتراض. مفيش حاجه اسمها اعتراض على الحكم. بس هو في النص بتاعها ده في وجه الاعتراض قانوني، لان في اصلا هي المفروض هتعترض قدام مين؟ المفروض الاعتراض ده يبقى قدام محكمه النقد، لان الاعلان الدستوري اعطى حق الفصل في صحه العضويه لمحكمه النقد. الاعلان الدستوري فيه ماده كده. هم خلاص هم اعتبروا ان المجلس خلاص راحوا بيه. طيب ماشي، من هذا الكلام. طب عايز اقول لك انا مفيش وجه الاعتراض قانوني، انا معاك اديني مفيش وجه. يبقى حضرتك بتساوي ان مثلا واحد شتم واحد فالتاني رد عليه بسكينه. خلي بالك يعني الموضوع مش شتايم، الدولة ما فيهاش ان انت شتم وشتم، ده مش ده منطق مختلف. ما انا عايز اوصله لك دلوقتي. انا هقول لك، انا هات من الاخر، المحكمة الدستورية حكمت والحكم انت شايفه غلط ومفيش وسيلة قانونية انك ترد، تعمل ايه؟ عايز تعمل ايه؟ قول لي حل انت. انا ما عنديش. لا هم لهم وسائل ثانية وهيعملوا اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ ان احتمال كبير انه هيعملوا مثلا اجتماعات مجلس الشعب في مكان تاني خارج مصر. عملوه وبعدين؟
واصدروا قوانين مين اللي هينفذها؟ لا ما هي بالقوى الشعبيه. مين القوى الشعبيه؟ لا اصل تعالى هات مثال، سيبك من كلام النظر عشان قلت لك كلام النظر حاجه والكلام العملي حاجه. انت دلوقتي هات لي، مش هقول لك حتى في مؤسسات الدوله اللي هي السياديه، انت دلوقتي مجلس الشعب اجتمع واصدر قرار بتعديل قانون الاحوال الشخصيه في موضوع الرعايه والرؤيه، مين اللي هينفذه؟ القضاء نفسه. هينفذه القوى الشعبيه؟ ما القضاء اصلا مش ملتزم باللي انت بتقوله، ملتزم بحكم المحكمه. ما بص يا دكتور، يعني اللي انت بتقوله ده عايز اقول لك انا حاجه، هو دي المشكله بقى الحقيقيه اللي انت برضه لسه ما زلت بتفكر فيها. هقول لك انا حاجه، في حاجه في العرف كان موجوده في التاريخ الاسلامي كله خلاص، اسمها ايه؟ اسمها الملك المنغلب. ملك المنغلب فين؟ لا سيبك من كده، كلام صحيح. ما الكلام الملك المنغلب فين؟ يعني واحد او فئه او جماعه او معاها قوه عسكريه والسياسيه وقادر على اخضاع كل الجميع. ده بيبان بيطعنوا فيها العلمانيين والليبراليين، بس دي حقيقه واقعه ومش عيب عشان تبقى عارف، لان هي دي في العصر الحديث مقابلها الشرعيه الثوريه. بس دي بقى مشكله كبيره. استنى بس، الشرعيه الثوريه دي معناها ايه؟ معناها ان انت اسقطت النظام بثوره، فانت تبقى تملك قوه مطلقه تعمل اللي انت عايزه. ما هي الشرعيه الثوريه هي نفس العباره بس اسم اخر لنفس الفحوى او نفس المضمون، ان القوه لمن ان الملك لمن غلب. بس خلي بالك بقى، هي المشكله فين في الحقيقه؟ ما هي دي المشكله. المشكله اللي بعد الثوره ان القوه ليست في ايد طرف واحد، اللي في ايده القوه الشعبيه والتشريعيه، مش في ايده قوه التنفيذ ومش في ايده قوه الاخضاع. والله انا بص، سيبك من كلام النظري، انا دلوقتي خليك معايا في مثال محدد عشان نعرف هنوصل عندنا مشكله عايزين نحلها. يعني دلوقتي المجلس قرر الاجتماع في اي حته وهيمارس عمله بصوره دقيقه. ماشي. طيب عايزك ترد لي بس واحده واحده على الاسئله الاتيه. ماشي. اولا، مين هيديهم مرتباتهم؟ لا انت بتتكلم في نقط صغيره بالنسبه. ما هي دي النقط، هي دي الفرصه. بلاش مين هيديهم مرتباتهم. انا زي ما قلت لك دلوقتي، انت المجلس اجتمع واصدر قانون معين بخصوص اي مساله، زي يعني مش هقول لك مساله معقده، مساله زي الحضانه والرؤيه. هي المساله دي، يعني هي مساله يعني نعمه الحضانه. طيب اللي انت بتقوله ده بقى ايه؟ في الاخر احنا بنشوف مين اللي هيصبر للاخر هو اللي هيبقى المنتصر. اللي انت يعني ماشي. مش مجرد خلاص المحكمه طلعت تجاوزت صلاحياتها وتعدت على السلطات الثانيه وقالت حل مجلس الشعب، هو هل من سلطات المحكمه من خلال من سلطاتها ان تصدر حكما؟ أيوة. في دعوه مرفوعه لها. أيوة. سلطه التنفيذ دي اللي هي نصت عليها. هو ده اللي عايز اقول لك عليه بطريقة القانون الوحيد. انا عايز اقول لك انا حاجه، مبارك ده مبارك فعليا، انت قاعد في مبارك والسادات ونظام يوليو كله، الحقيقه الحاكم فيه كان يحوس كل شيء، هو ده بتاع الملك المنغلق في الحقيقه اللي هي السلطه التنفيذيه، اللي هو معاه الجيش ومعاه السلطه التنفيذيه وكل حاجه في ايده، ولو قال اعملوا اي حاجه يعملوها. القانون والدستور عباره عن يعني اي كلام، هو حاجه بس ايه، ديكور كده كوليشن كان. لكن حتى مبارك الفرعون ده لما اصدرت المحكمه الدستوريه حكمين في دورتين متتاليتين 87 و99 بحل مجلس الشعب، حل وما قالش لا. لا حلوا ايه؟ بعد استفتاء شعبي. لا حلوا على طول، في واحد منهم حلوا على طول. ليه بقى؟ لان هو على كل جبروته وان هو حاز السلطه كلها، يعني محافظ على الديكور، محافظ على البرستيج العام، مش عايز يبان ان هو بيخالف احكام القرار. اللي انت بتقوله اللي عملته المحكمه الدستوريه، انا مش بقول لما مش بيبان انك تمارس اي قوه اي ضغوط عايز تمارسها، بس عايز اقول لك حاجه، لما تمارس ضغوط، لما تمارس ضغوط حاجه، ولما تقف تدخل في نزاع او خناقه علنيه حاجه ثانيه. يعني موضوع الحكم على مبارك ده بالصوره اللي انت حصلت بيها لا يمكن حد يقبله، حتى القضاء اللي هم مش فيه. يعني في خصومه مع احمد زيد ما فيهوش الكلام ده، لان انت خبطت فيهم كلهم، خبطت في اصل السلطه القضائيه والمؤسسه. انما عايز اقول لك انا على حاجه، افرض ان حكم المحكمه الدستوريه انت شايفه جائر وعايز تستخدم وسائل للضغط، مفيش مشكله، استخدم وسائل للضغط، بس الوسائل بعقل. في فرق بين انك تضغط بوسائل تملكها وبين ان انت الموضوع يتفوت زي خناقه القهوه. يعني مين فينا اللي المحكمه الدستوريه ما تصرفتش كقاضي، تصرفت كواحد معاه قوه ومستند الى قوه المجلس العسكري. خلي بالك، ما المجلس العسكري والقرار اللي انا حصدره اللي انت قلته ده حاجه اخذت على المحكمه الدستوريه صحيح. وكان ممكن يبقى في مدخل للطعن في الحكم من هذا الباب. ليه؟ لان المحكمه الدستوريه تعدت اختصاصها في الفصل صح في صحه الحكم الى
ان هي اعطت نفسها سلطه التنفيذ. لا وتعدد في كذا، بس خلي بالك المجلس العسكري تدرك هذا الموضوع، لان اصدر مرسوم بالموضوع دخل في الواقعه كذا. فحتى لو حذفت هذه الفقره من الحكم المحكمه الدستوريه اصبح الحكم نافذ بقوه تصديق المجلس العسكري عليه. باعتباره ايه المجلس العسكري؟ باعتباره الحاكم، هو باعتباره السلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه هو قام مع قام رئيس الجمهوريه. طيب هل من حق السلطه التنفيذيه انها تحل السلطه التشريعيه؟ اه من حقها الحكم القضائي. هذا الكلام ايوه، ما هو ده من سلطات رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه مسؤوليته كسلطه تنفيذيه عليا ان هو حكم بين السلطات اولا، وان هو مسؤول عن تنفيذ اللي هي الاحكام التنفيذيه الصادره من القضاء في الدوله. مش هو اللي بيصدق على الاحكام. اي دوله، اي حكم اعدام مش هو اللي بيصدق عليه. اي دوله فيها دستور ودوله محترمه بيحلوا البرلمان امتى؟ يعني مثلا دستور فرنسا الاولى لرئيس الجمهوريه الحق يحل البرلمان بعد تشاور مع مين؟ ماشي. مع رئيس الجمعيه الوطنيه ورئيس مجلس. كلام جميل، بس احنا مش القانون الفرنسي، انت عايز القانون الثاني تطبقه على مصر. انا قلت الدساتير السائره في العالم. ايوه، ما احنا ما احناش في الدساتير السائره في العالم. لو ما فيش، لو ما انت لو قلت له كده يقول لك هو في دستور في العالم يقول لك ان الشريعه مصدر للتشريع. هل يجوز للبرلمان حل المحكمه الدستوريه؟ يحل المحكمه الدستوريه؟ لا مش ممكن. يقول لهم روحوا؟ لا. طيب هل يجوز للمحكمه الدستوريه حل البرلمان؟ لا، يجوز ليها ان هي من حقها اصدار حكم في دعوى بصحه القانون الذي اجريت عليه انتخابات البرلمان. تمام تمام، هو يعني ما لهاش حق ان هي تحل ليه؟ لا، ان هي تصدر قرار الحل. لا، مش بسلطتها المفروض. مش بسلطتها؟ هم عملوا هذا الوضع. ما هو خلي بالك، ما هو حتى افرض انك تحذف الفقره دي، ما هو كانها لم تكن، لان المجلس العسكري يصدق على الحكم باعتبار الرئيس هو الحكم صحيح. لو لم يستمر استمر بالدعوات حل المحكمه الدستوريه او بتغيير القانون. المحكمه الدستوريه في الاجماع على الغاء ايه؟ المحكمه الدستوريه. ماشي، خلي بالك المجلس الشعب من حقه ده حقيقة، بس خلي بالك لازم تفرق بين الحق القانوني وبين القدرة الفعلية. الاستطاعة، حجم الاستطاعة، ما هو ده اللي أنا بقول لك عليه، إنك لازم تعمل توازن لنفسك. المجلس الشعب من حقه كسلطة تشريعية إن هو يصدر تشريع جديد لتنظيم عمل المحكمة الدستورية، كيفية انتخاب قضاتها وكيفية تأويلها واختصاصاتها، ممكن يلغيها، بس خلي بالك الكلام ده نظرية، لكن واقعية مش كده. لازم المشير أو الرئيس. ما هي المحكمة الدستورية أنشئت إزاي أصلاً؟ أنشئت بقانون اسمه قانون 48 سنة 79، أنشأها السادات. عشان تبقى أيوه حاجة مستعدة. في المحكمة الدستورية سنة 79 عشان البرلمان يطبق القانون اللي هو عايزه، وأنا كرئيس جمهورية معايا الخمسة ستة قضاة أقول لهم القانون ده مش عاجبني، فدوروا له على حاجة كده. يا بس خلي بالك الأمانة لازم تكون عارف بقى عشان تبقى الكلام متوازن وصحيح. المشكلة برضه زي مشكلة القاضي بتاعت مبارك، المشكلة مش في القاضي ولا في المحكمة الدستورية في الحقيقة. المشكله في اللي حطوا القانون، لان عشان تبقى عارف انتخابات مجلس الشعب، المجلس بتاع 87 92 اتحلوا لنفس السبب اللي اتحل بيه المجلس ده، يعني مش حاجه جديده. يعني هو 87 92 اتحلوا ليه؟ اتحلوا لنفس السبب، ان الانتخاب كان مختلط بالقوائم الفرديه والقوائم الفردي. لان ده كله قوائم. لا، كان في جزء، ما هو المحكمه في انتخابات منه كانت قوائم، والانتخابات اللي بعديها كانت قوائم وجزء فردي، والمحكمه قالت ان الانتخابات قائمه على النظام الفردي، ان القوائم تخل بحق المواطنين او الوزراء بينهم في المحكمه. فاللي عايز اوصله لك ايه؟ ان عله الحل او سبب الحل ما هوش حاجه جديده، اللي حطه، انا عايز اقول لك اللي حطه قانون انتخاب مجلس الشعب عارفين هو غير الدستور، هي دي المشكله بقى. وهم في المحكمه الدستوريه هم اللي علشان يعمل لك حفره الاول وبعد كده. المفروض لما حد يعمل لك حفره ما تقعش فيها. بس خلي بالك الكلام ده وان كانوا هم مدانين، بس مش ادانه مطلقه، لان مين اساسا اللي كان يعني زهجن وقال على الموضوع ده؟ الليبراليين والعلمانيين اللي هم دلوقتي باينين ابرياء وبره الموضوع. هو اللي حصل اصلا ايه؟ لو كان اصلا كان الفكر الاول ان يخلي تلت قوائم وتلتين فردي او نص ونص، وهم اللي قالوا لا خلوا القوائم في تلتين عشان لو سيبنا الفردي لوحده الاتحاد الاسلامي هتسيطر على المجلس كله. يعني اذا اللي ضغط على المجلس العسكري فعلا عشان يخليه بالصوره دي هم العلمانيين والليبراليين. ماشي، بص، في اوضاع اللي انت بتقوله انا مش معاك فيه، اوضاع قانونيا مش مظبوط، والمحكمه الدستوريه دي انا مش برهقها، انا مش بقول لك ان هم ابرياء، لكن بقول لك بصراحه كسلطه ايه كويس. انا ورايا المجلس العسكري مش هقول لك لا، اعمل اللي انا عايزه، بس خلي بالك بقى
انت وانت بتعمل لازم تقدر هل في امكانك ان انت تلغي سلطتها او تحلها او تتمرد على النظام القضائي ولا لا. مش مساله الموضوع صح ولا غلط، انا افرض ان انا وافقتك انت كلامك اعتبره كله صح، هتعمل ايه؟ هتقول لي اصدر قرار مجلس الشعب ان انا احلها، طب ما حدش هينفذه وهيهاجموك في كل حته ويتخذوها ذريعه ان انت عايز تسيطر على القضاء والدستور المحكمه الدستوريه زي ما سيطرت قبل كده على البرلمان وعلى الحاجات الكبيره. الفكره في المواءمه اختار الظرف اللي تقدر. بص انا رايي من الاول قلت للدكتور محمد حتى في القاعده في معاه دخلوها الاتجاهات الاسلاميه كان المفروض معاك دي ما تطرحش ولا تفتح في التوقيت في هذا الزمان اصلا. مش وقتها انك تطرح لانك فتحت على نفسك جبهات، الجبهات دي انت شايفها غلط وانا معاك شايفها غلط، بس مش في امكانك ان تصلحها في الاوضاع الحاليه. هي دي هو ده الموائمه بقى. انت فتحت في وقت واحد بقى في منك مشكله مع المحكمه الدستوريه ومشكله مع السلطه القضائيه ومشكله مع الاتجاهات الليبراليه ومشكله مع الاتجاهات الثوريه ومشكله مع المجلس العسكري، يعني كل القوى الموجوده في البلد وقوى والاعلام. فبقيت في الحقيقه بقيت واقف في ميدان حرب وحواليك اعداء من كل ناحيه، فتحت عليهم جبهات في كل الاتجاهات. ده غلط، غلط شنيع. حتى لو انت شايفهم غلط وانا معاك ان هم غلط. ماشي صح هو بس هم برضه اللي بيفتحوا المشاكل، بيعملوا مشاكل. يعني مجرد ما واحد من المعسكر يعني يقول كلمتين بس مش هينبغوا يلاقي الدنيا كلها. طيب ما انت لازم تكون متوقع كده ان هم عايزين كده من الاول. انت متخيل ايه؟ انا عايز اقول لك اللي بيعملوه في الاعلام ده، لما يلاقوا اي نائب عمل اي حاجه ولا لما تحصل اي مشكله يصطادوها من الاول خالص. اللي هو سيبك من الكلام ده، اللي هو بتاع هنا اللي هو المسيح ده اللي قطع ودنه عشان والناس قطع ودنه عشان فتح بيته دعار ومش عارف مين اللي عمل ايه والنائب البلديني، ما كل دي حاجات بتتضخم. المشكله ان انت مش ممكن ما تديهمش هذه الفرص، لان انت المفروض لو انت مش عارف كده من الاول يبقى انت غلط. انت بالظبط وسط ناس متعبصين لك وانت المفروض تكون فاهم كده. مش ده الحقيقه؟ انت زي ما قلت لك المساله الحاليه ما انتش بتدخل انتخابات، انت بتغير دوله تغيير كامل وهم عارفين كده. فمش هيسلموا لك انك تغير مسار الدوله وتغير طبيعتها وهويتها وتركيبتها بالبساطه اللي انت متخيلها، انك تطلع قانون يقول لك تعالى نفذ. مش هيحصل. ففي اشياء كان لازم تؤجل، مش توقيت، مش وقتها تعملها دلوقتي. زي ما قلت لك في حاجه اللي انا بقول لك عليها بتاع الملك لمن غلب. انت دلوقتي انا شخصيا رغم ان يبان ده كلام غريب جدا، انا كنت اتمنى يعني ولو كان ده حصل ما كانش هيزعلني، كان مبسوط جدا ان لو في فئه في مصر تملك كل اطراف القوه وتستطيع اخضاع الجميع. انا ده مش هيزعلني رغم ان ده كلام يبان غريب في العصر الحالي. يعني لو في قوة معاها القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية وتقدر أن تطبق الأمور بهذه القوة المجتمعة في إيديها، أنا شايف إن ده شيء كويس مش وحش رغم إن هو يخالف منطقة الزمان ده كله. لكن الفعل الحقيقي إن هو مش كده للأسف. مفيش حد في إيده قوة يستطيع بها إخضاع كل القوة الأخرى ويخليها تحت إيده وينفذ اللي هو عايزه. مبقاش قدامك غير السياسة خطوة خطوة. وانك تنجز مرحله مرحله، مش في ايدك تخلص كل حاجه مره واحده. هو ده الغلط في الموضوع. فالعايز بعد القصه دي عايز اقول لك ايه؟ قلت لك الاسلاميين كلهم غلطوا فتحوا معارك، وما ادركوش ان هم يملكوا قوه معينه. بص زي القواعد اللي كتبناها دي، في حاجه اقول لك في قواعد الصراعات ايه؟ لما تيجي يحصل صراع او ازمه لازم تقدر قوتين. لازم تقدر قوتك انت الشخصيه وعناصرها كويس، ولازم تقدر قوه الاخرين والميزان بينك وبينهم فين. خلاص الاسلاميين ما ادركوش الغلطه الاولى، ان هم ما ادركوش ان القوه التي يملكونها اللي هي قوه التصويت والانتخابات والاراضي الشعبيه جزء من مجموع اجزاء مختلفه للقوه، فاستخدموا القوه دي بصوره عشوائيه افقدتهم حتى استنفرت عليهم القوه الاخرى، وادت ان هم حتى يفقدوا اثر هذه القوه، ما بقتش فاعله زي الاول. يعني لو انت قلت لي انتخابات مجلس الشعب دلوقتي هياخدوا القوانين السلفيه زي ما خدوا في المره اللي فاتت؟ لا، دي حقيقه. ليه؟ لان ترصيد القوه اللي انت تملكها حتى تضاءل، ما بقاش هو زي ما هو. في غلطه ثانيه اللي قلت لك عليها دي بتاعت الاخوان تحديدا. الاخوان بيتعاملوا دخلوا يعني الثوره ومشوا فيها وفي دماغهم الاستيريوتايب بتاع 54 وجيش شعب مصر. بس كل تصرفات الجيش مع الثوره ومع ايوه صح.
بيعملوا كده كويس نفس النظام. بس خلي بالك بقى ان الجيش الحالي لا يملك قوه الجيش عبد الناصر. بس لو لو امتلك هذه القوه لو وصل هذه كان حلها ايه بقى؟ كان حلها ان الجيش وقت ما قامت الثوره لان هو ما هوش جيش قوي وما هوش صاحب شرعيه الثوره وما هوش فيه القوه الفعليه الحقيقيه. خلي بالك ان عبد الناصر مش مشكله الجيش بس، ده عبد الناصر كان في ايده او السمات كان في ايده الجيش وفي ايده السياسه وفي ايده الاعلام وفي ايده الاقتصاد، البلد كلها في كفه وهو ماسكها في ايده، انما الجيش مش كده. الحل الصحيح بقى كان فين؟ يعني رايي انا الشخصي كان لازم يبقى فيه صفقه ضمنيه بين الاخوان وبين المجلس العسكري. هم يعني بصراحه بكل صراحه هم حاولوا يعملوا حاجات زي دي، ولكن يعني مطالب المجلس العسكري كانت على حساب الشعب وعلى حساب للاسف الشعب بقى يعني مطالب المجلس العسكري على ما افهم كان طلباته محدده في حاجتين، عدم الملاحقه خلاص والحفاظ على اقتصاد الجيش. والله انا بصراحه اللي اعرفه كويس الكلام ده لهم بصراحه انت عارف ماشي، حتى لو تقال لهم ماشي ما هو مش لو قال لنا مره ان هم كانوا وافقوا على الكلام ده، قالوا لهم هناك وافقوا عندكم، بس المشكله فين بقى؟ المسار اللي بعد كده، انه فعليا الاتجاهات الاسلاميه مع الوقت لما بدا مسار الانتخابات والمؤسسات وابتدوا يحسوا بالقوه ماشي خلاص ابتدت تظهر المجلس العسكري يتوجس منه. ليه بقى؟ لان المجلس العسكري برضه احنا حتى يعني لغايه مثلا بعد الثوره في 6 7 شهور ما كانش واحد يقدر يمسك اي شيء على المجلس العسكري ولا على حد من الجيش. ماشي لانه يعني قدام الشعب كله مرتكب. لا مش كده، ما كانش المشكله في يتوجس منهم عشان هو يتوجس منهم من الاسلاميين صحيح، وده حقيقي هم بيسموها تكويش، انا بسميها مش تكويش. انت حقك المفروض ده لو قانونيا حقك انت اي انتخابات من حق اي قوه سياسيه تاخدها، اي قوه سياسيه في العالم حزب ولا قوه، هو اصلا هدفه الحزب او القوه السياسيه هدفها العلني والمعلن واللي ما هوش عيب ان هي تصل للسلطه. ده حقه، حق اي قوه سياسيه كده. بس المشكله فين؟ ان انت لما بدا ان الاتجاهات الاسلاميه عايزه تصل لكل مفاصل السلطه وان القوه الثانيه اللي موجوده مش قادره يعني توازنهم، المجلس العسكري ابتدى يتوتر. هي دي الحقيقه. هي المساله دكتور ان هم في البدايه خلاص ركزوا على مجلس الشعب. طيب. في البدايه ركزوا على مجلس الشعب. وبعدين مجلس الشورى. لا ما وبعدين الجمعيه التاسيسيه بتاعت الدستور، وبعدين خلي بالك كان الاول المجلس العسكري يعني كان سايب كل الحاجات دي او يعني شايفها ومفيش مشاكل قوي، في مقابل ان هيبقى في وزنه معينه بتاعت الرئاسه، وقت انتم مؤخرين حد في الرئاسه ما بقاش بقى يعني تخيل بقى انت دلوقتي. والكلام ده بيقول انا شايفه مش عيب، مش عيب قانونيا، بس عيب في الوزنه السياسيه، مش موزنه صح. ان انت دخلت انتخابات مجلس الشعب وبقيت اغلبيه مع السلفيين والشورى وبقيت اغلبيه وبتحط جمعيه تاسيسيه هتخلي مش هقول لك المجلس العسكري، وده اللي عايز اقوله لك ان بدا في الشكل العام على بعضه والمشهد على بعضه ان الاسلاميين من باب الاراده الشعبيه والاغلبيه الشعبيه دي وان الناس معاهم شعبيا ان هم هيستخدموا الموضوع ده في الزحف على كل شيء في الدوله. يعني ازاي؟ البرلمان بالمجلسين شعب وشورى والجمعيات التأسيسية، وبعدين دخلوا على الرئاسة، وبعدين خلوا المجلس الشعب أداة لتغيير السلطة القضائية والمحكمة الدستورية. ففعليا إن أنت عايز في خلال شهور تحاول قلبة الدولة، وده عمرها مش هيحصل لأن أنت مش في إيدك القوة المطلقة. ماشي هدي ما هو ده اللي أنا عايز أوصله لك أنت. أنا مش معترض، عارف أنا لسه مش بقول لك أهو، أنا نفسي إن كان حد يملك القوة ويعمل كده حتى لو بالعافيه يعملها، بس في الاخر الحقيقي الواقع الفعلي ان مفيش حد فيه قوه يتخليه يعمل كده. صح. الحاجه الثانيه، في حاجه ثانيه طبعا فرق ثاني ما يخلونش امداد، ان لاحظ ان الوضع الحالي بعد الثوره ان الاتجاهات الاسلاميه سواء اخوان ولا سلفيين قادمين من بره الدوله عليها، يعني انت بتتكلم عن الدوله اللي موجوده فعلا وكانت تملك الشرعيه سيد مبارك، الدوله اللي هي موجوده قائمه اللي بيسموها الدوله العميقه او الدوله الحقيقيه، المؤسسات الامنيه والسياديه والقضائيه والعسكريه، دول الدوله اللي كانت موجوده فعلا وصاحبه الشرعيه واللي تمارس عملها، انت جاي عليهم من بره. فانت جاي عليهم من بره، جاي لهم داخل عليهم داخل انك عايز تقلبهم كلهم. مش هيمكنوك من كده. بص يعني مثلا في الجيش او القوى العسكريه، الجيش دايما في كل البلاد اللي قامت فيها ثورات كان مشكله. ليه؟ لان الجيش هو القوه، هو العنصر الفاعل الحقيقي حتى باعتبار القوه المسلحه.
ففي كل الثورات اللي قامت دايما بتبقى في معضله كيف التعامل مع القوات المسلحه. خلاص ما فيش ثوره يعني خلال القرن العشرين كله مثلا ففي ثوره قامت عشان تزيح الجيش بطريقه فجائيه ولا تطيح بيه من المشهد بالطريقه دي غير في في في, في ثورتين حقيقه. الثوره بتاعت روسيا الشيوعيه وثوره ايران. ودول لهم ظروف خاصه. دول اللي جابوا من الصفر مش عدم النظام دول شالوا الدوله شالوا بس الكلام ده بخسائر فادحه. يعني ايران اعدموا ما يقرب من 60,000 واحد على مدى عده سنوات. انت في امكانك تملك انا مش هقول لك ما انا ما عنديش اعتراض تعدم 100,000 واحد بس في امكانك تعدمهم عندك القوه اللي تمكنك انك تعدمهم مش في ايدك. كل الثورات الباقيه بقى اللي هي ثورات امريكا الجنوبيه والبرتغال والقصص دي كلها قامت على ان انت بتعمل وزنه مع الجيش في مرحله وسيطه بين ان هو يسيطر على المشهد الى ان ينتقل الى مكانه الطبيعي. اللي هي مرحله الموائمه نص نص. انت مش في دماغك مرحله الموائمه، انت عايز تطيح مش بالجيش، عايز تطيح بكل حاجه موجوده مره واحده وده مش هيهم نفسهم مش هيمكنوك منه. يعني عايز اقول لك يعني منطق الصفقه اللي بقول لك عليه ده ايه؟ كان جنب الموضوع الوضع الحالي بعد فوز الدكتور محمد مرسي وضع مقلوب. ليه وضع مقلوب؟ انت لما تعمل صفقه تحاول بيها تصل الى المكان المناسب ليك اللي انت لو وجدت فيه تستطيع انجاز ما تستطيع انجازه غير لما تبذل قوه ضخمه وتوصل بس توصل لمكان ما تقدرش تعمل فيه اي حاجه. ليه بقى؟ يعني لو الوزنه دي كانت موجوده من الاول المكان المظبوط للاسلاميين في الوضع الحالي بتاع اللي هو بعد الثوره والاوضاع الحاليه ان هم كانوا يبقى معاهم البرلمان البرلمانات لان هم القوى الشعبيه اللي هم قادرين على حسمها ودي الحاجه اللي مش قابله يعني الاراده الشعبيه فيها مش قابله للطعن فيها. خلاص؟ الحاجه الثانيه يعني عايز احدد لك الاطراف الاول، اطراف المؤسسات اللي هم كان المفروض يرسموها عشان يعرفوا ايه اللي ممكن يصلوا اليه وايه اللي يقدروا يوصلوا اليه يختاروه ان هو يصلوا اليه، ما ينفعش يوصلوا كله مع بعضه حتى لو كانوا يقدروا. لكن ما ينفعش في الموائمه السياسيه الحاليه انك توصل لكل حاجه حتى لو كنت تقدر توصل لها. الحاجات دي زي ما قلت لك البرلمانات مجلس الشعب والشورى والحكومه والجمعيه التاسيسيه بتاعت الدستور والرئاسه. خلاص؟ الوضع الصحيح للاسلاميين ان كانوا يوصلوا للبرلمانات ويوصلوا للحكومه في حكومه رئاسيه برلمانيه. هم كانوا عايزين كده. انا عايز اقول لك اهو ده وضع نموذجي. ماشي هم قالوا لهم ليه بقى؟ الوضع ده يترتب عليه الاتي ان في ايدك التشريع وفي الحكومه الرئاسيه البرلمانيه هتبقى الامور الخاصه بالدفاع والامن القومي والسياده مع الرئاسه وانت معاك كل ما يخص الشؤون الداخليه بتاعت مصر. خلاص؟ فكده كنت هتبقى الاجهزه السياديه بتاعت البلد والجيش في ايديها الرئاسه والمؤسسات السياديه. خلاص؟ والخارجيه والحاجات اللي هي متصله مع العالم الخارجي. الوضع الحالي اصبح وضع مقلوب. ازاي وضع مقلوب؟ البرلمانات اتحلت. هتخش بقى في معركه تعمله على جنبك العقد بالقهوه في الفندق مش قصه في اي مكان. الكلام ده لن يؤدي الى تفعيل قرارات المجلس حقيقه الا اذا تم الغاء قرار المجلس المحكمه الدستوريه او ان المجلس العسكري اصدر اعلان دستوري بطلب اللي هو قرار المجلس المحكمه الدستوريه. لكن غير كده اي حاجه هيعملوها هيعملوا دوشه وشوشره وهيجتمع حواليهم الناس وهيبقى معاهم ملايين لان في الاخر لن قراراتهم ليس لها شرعيه. اللي هي مهمه الحقيقه للبرلمان. زي ما قلت لك مش الموضوع مش بالكلام النظري. ما هو حاليا يا دكتور لما كان البرلمان موجود طلع القرارات اللي عايزها. لا خلي بالك بس القرار لما يطلع ويؤجل تنفيذه او يعقد تنفيذه غير لما ما يطلعش اصلا ما يبقاش ليه شرعيه الصدور. انت في الوضع الحالي القديم القانون بيصدر لكنه لم ينفذ انما الحالي القانون اللي هيصدر مش هيبقى قانون اصلا مش لا هيتنشر في جريده رسميه ولا هيصدق عليه ولا هيبقى قانون هتبقى انت اصدرته مع نفسك. ده وضع وده وضع تاني. الوضع الاتي البرلمانات بقت مش موجوده وفعليا سواء باختيارك ولا مش اختيارك يعني هتاخد معارك وكل الكلام ده بس في الاخر هتفشل على ان الانتخابات تتعاد. الانتخابات لما تيجي تتعاد
ما تضمنش هتحوز على نفس النسب اللي انت خدتها في البرلمانات الاولانيه، ولا مش هتوصل لنفس النسب. ان انت خدت معركه بتاعت الاعلام بقى اللي هو الفاروق يعني الشرعيه والجماهيريه وشوهوا صوتك ومشاكل النواب السلفيين اللي هو افقدت التيار السلفي يعني افقدته كده جزء من بريقه وواحد من الحاجات اللي كانت بتتعمل حاجات كويسه. فكان السلفيين اشتغلوا في السياسه في ظهر النظام. ماشي. حاجه واضحه جدا منهم عملت كده، وعلى فكره في بعضهم دعا ليها بعد الثوره على طول. اه. كان قليل بعض الشخصيات كانوا اللي هي دعم. ماشي. الشيخ محمد نقيب، محمد حسان، كان بعض الناس دي بتاع الناس اللي ما يدوش تحت السلبيه مش بسيطه السلبيه، كان عامل اخوان بس في الشارع بس. طيب ما هم دخل فيها بقى رغبه في ممارسه السياسه وما تبرأش بقى الانفس رغبه ان هم يتحولوا لقوه في الشوارع ويواصلوا في مجالس الشعب والبرلمانات والكلام ده، واغلبهم في الحقيقه هواه كمان يعني في الدرجه الدنيا من الهوايه، عمرهم ما اشتغلوا بسياسه ولا مشروع ولا الكلام ده، فدخلوا بيطجنوا في الحقيقه. ما هي دي حقيقه. اه يعني ما لهمش دعوه بالسياسه ومش فاهمين فيها. فاللي عايز اقوله لك ان هو في الوضع الحالي بقى وضع مقلوب ازاي؟ دلوقتي البرلمانات فعليا ما هياش موجوده. ما تعرفش لما يبقى في انتخابات هيبقى شكل البرلمانات اللي جايه ازاي؟ دكتور محمد مرسي وصل للرئاسه. تمام. بس خلي بالك وصل للرئاسه ايه بقى؟ الرئاسه دي الكلام العام حاجه والكلام برضه الواقع الفعلي حاجه ثانيه. انت وصلت في انتخابات شعبيه. المؤسسات اللي هي مالهاش دعوه بالانتخابات اللي هي مؤسسات السياديه، هل هتمكنك من ان انت تمارس السلطه الفعليه ولا لا؟ هو ده السؤال، مش ان انت الناس انتخبتك ولا لا؟ يعني انا كنت بقول للدكتور محمد امبارح عندك جهاز زي جهاز المخابرات العامه هيبقى تحت ايدك؟ على الواقع تحت ايدك. اه. انما مش بكلمك على الواقع، انا بكلمك على الفعل. الفعل تحت ايدك؟ لا طبعا. انا لسه بقول المبارك على كل اللي عملته دي ما كانش مهتم باي حاجه في مصر غير انه كل يوم الصبح لازم اول حاجه يعملها الساعه 8 الصبح في البرنامج بتاعه انه يقعد معاه عمر سليمان نص ساعه. هو دي الحاجه الوحيده المنتظمه فيما يخص شؤون البلد الداخليه، الباقي كله كان سايبه الجمال. انت هل المخابرات كجهاز وظيفته انه يطلعك على شؤون احوال البلد الداخليه، يعني هو النور اللي انت هتشوف بيه والنضاره اللي هتشوف بيها، هل هيؤدي هذه المهمه ليك ولا هيضللك؟ ما نعرفش. مؤسسه زي الجيش انت باعتبار الرئاسه بقيت الرئيس الاعلى القوات المسلحه، هل هيمكنك فعليا مش على الورق من انك تمارس هذه المهمه؟ ويطلعك على شؤون الجيش الحقيقيه، يعني هيطلعوا على ميزانيه الجيش. انا عايز افهمك حاجه، الجيش والمخابرات العامه والمخابرات الحربيه مثلا اجهزه الامن في العهود السابقه كلها كانت بتتعامل مع الاخوان، ده حقيقي يعني بتتعامل مع الاخوان الى حد ما زي المسيحيين. ايه وجه الشبه بين الاثنين عندهم؟ لا ايه وجه الخوف؟ هقول لك انا وجه الخوف ان الشخص ده ينتمي الى نظام مؤسسي اخر، فلما يوصل للاماكن الحساسه دي والمعلومات في الدول وامور السياده اخطر من السلاح. يعني هم ما عندهمش مانع المسيحيين وكانوا بيوصلوا في الجيش بيبقى قائد فرقه ويبقى قائد عياض عايز الغالي كان في حرب 73 قائد الجيش الثاني، لكن ما يخلوش المخابرات. انت تستغرب ازاي يدخلوا يبقى قائد جيش يعني تلت القوه المسلحه بتاعت الدوله وفي نفس الوقت ما يخلوش يدخلوا حاجه زي المخابرات. ليه؟ لان المعلومات اخطر من السلاح. فكان وجه الشبه بين الاخوان والمسيحيين في نظام الدوله السابق ان الاخواني او المسيحي بينتمي الى نظام مؤسسي اخر، اذا وصل لمفاتيح المعلومات ممكن يفتحها على هذا النظام الاخر. بمعنى بالكلام البلدي يعني ان المسيحي لو دخل في حته زي المخابرات الحربيه او العامه او الامن الدوله المعلومات اللي هتوصل له هيروح مسربها للكنيسه اختصار يعني. فنفس الكلام عندهم على الاخوان، الاخواني لو وصل لمفاتيح المعلومات هيروح فاتحها على التنظيم بتاعه على الاخوان. هو السبب ان المؤسسات دي كانت عامله حظر على الاخوان في المناطق دي. دلوقتي انت محمد مرسي وصل للرئاسه وهو اخواني،
سيب بين هو اللي احله من البيعه مش احله، هو في الاخر عندهم اخوان، هل هيمكنه من يضع في ايده مفاتيح معلومات سياديه في الدوله ويامن ان هي تبقى في ايده؟ لا مش هي دي المشكله بقى، ده التفكير اللي انت لو بعد فتره لما تغير بقى كل حاجه، ده موضوع تاني. يعني انا بكلمك على الوضع الحالي، احنا مش بكلمك على بعد كده، انا بكلمك على الوضع الحالي. الوضع الحالي ان الاجهزه السياديه، اجهزه المخابرات، الامن القومي، الجيش، كل المؤسسات الحقيقيه مش التهريب بتاع الانتخابات، بتاع الانتخابات ده يعني انا تهريب. المؤسسات السياديه الحقيقيه اللي هي بيسموها عظم الدوله، عظم السكال بون بتاع الدوله، البوني سيستم بتاع الدوله، مش هيبقى في ايدك. فالنتيجه الفعليه للكلام ده ايه؟ ان واحد زي الدكتور محمد مرسي هيبقى قدامه حل من اثنين، او هيبقى في وضع من اثنين، يا اما هيبقى رئيس مراسيم وشرفي حتى لو ما اتكتبش الكلام ده، يعني لو حد يعني ممكن النظام يبقى رئاسي مش رئاسي حتى برلماني، بس انا بكلمك على الواقع الفعلي، انه يبقى رئيس منزوع السياده الفعليه، وتبقى الاجهزه السياديه والفعليه بتدير نفسها ذاتيا بعيد عنه، او انه هيدخل في صراع معاهم عشان يحط سلطته الفعليه الحقيقيه باعتباره رئيس منتخب. هو ده السكه اللي هنمشي فيها، السكه اللي هيمشي فيها مرسي دي ايه وسائله فيها بقى؟ هو ده السؤال. ادواته في ان يصارع هذه المؤسسات هتبقى ايه؟ هيطلع في خطبه يقول للشعب ده المخابرات مش عايزه تديني معلومات؟ لا، هيملك ان جهات المخابرات كويس، هيقيل رئيس جهاز المخابرات. انا مش بكلمك على رئيسه، انا بكلمك على السيستم كله كده. السيستم الكلام ده لو الصفوف الثانيه والثالثه في المخابرات او الجيش بتاعتك، انما الصفوف دي مش بتاعتك بقى. احنا هنقول ان هو هيمشي على المدى الطويل بنظام اردوغان. خلي بالك بس اردوغان وصل للكلام ده، وصل له ايه؟ بعد سنين، وصل له بدون ثوره، بعد سنين طويله اسرى واحده واحده، وكان عنده القوه الحقيقيه في ايد اردوغان، مش كانت الانتخابات الاقتصاد، لا الاقتصاد وحاجه ثانيه، ان هو المعايير بتاعت الاتحاد الاوروبي اللي قصقص بيها كل حاجه من باب ان احنا عايزين نلتزم بمعايير الاتحاد الاوروبي. انت عايز اللي بقول لك عليه حرفيا. شوف انت بقى الفرق بين اردوغان وبين اللي بيحصل هنا. اردوغان ده اللي عمله، ده عمله على مدى بتاع 10 12 سنه على ما قدر يوصل للوضع الحالي. انت اللي عامله في 10 12 سنه عايز تعمله في 3 شهرين ثلاثه ازاي؟ اللي عايز اوصله لك بقى ايه على الكلام ده؟ الوضع المألوف، ان بدل ما الاسلاميين يبقوا في المكان بتاعهم، عارف السمك لما تحطه في ميته، لما كانوا يتحطوا في المكان بتاعهم اللي هو البرلمانات والحكومه، ويصلحوا الاوضاع الداخليه بتاعت البلد، كانوا هينجزوا ويمتلكوا شرعيه ويكتسبوا رصيد عند الناس بالانجازات اللي هيعملوها. انما المشكله ان هم سواء يعني هم حصلوا ولا لا، وسواء المجلس العسكري يعني بحسن نيه ولا ده يبقى دهاء، ده دهاء يعني عايز اقول لك مطلق. لو كان قاصد الكلام ده، انه قاصد يدخل يشد منهم البرلمانات اللي ممكن يشتغلوا فيها ومكان عملهم الحقيقي، وتكون في مكان زي الرئاسه، او يديهم فرصه ان هم لو يمكن يوصلوا في المكان اللي هو هيبقى متكتف فيه من كل حته ووسط حيتان مش هيقدر يعمل حاجه. وفي الاخر الاجهزه السياديه في البلد ممكن تفشله، زي ما انت متخيل ان هي تعمل عليهم كلام، هتفشله بحاجه بسيطه جدا، هي تمنع عنه المعلومات، مش هتديله مفاتيح المعلومات، هيشتغل ازاي؟